من الكونتنت اوف ذا فيمورال ترانجل هو الفيمورال ارتري. رؤوس موضوعاتي اللي هتكلم على اساسها اربع نقاط اساسيه. البيجيننج، ودي تشمل نقطتين، السايت والاوريجن، المكان اللي عنده بيبتدي والمصدر اللي خارج منه. الاند او الترمينيشن، مكان بينتهي، برضه نقطتين، المكان اللي بينتهي عنده والشيء اللي هيصبح اليه اللي هو الكونتينيوشن بتاعه. الكورس اند ريليشنز ثم البرانشز. ادي الاربع النقاط الاساسيه في الكلام عن اي ارتري. هنمشي مع الفيمورال ارتري اكوردنج تو ذيس فور هيد لاينز. ده رسم طبيعي. تعال نشوف، نفك الطلاسم بتاعته. دي الانجوينال ليجمنت اللي هو الرباط الفاصل بين منطقة الابدومين من اعلى والساي من اسفل. دي منطقة الساي وهي مشرحة تماما. ظاهر فيها الفيمورال ارتري والفيمورال فين، وادي الفيمورال نيرف. العضلة دي اسمها الالياكس، والعضلة بتاعتنا دي كانت السيرتيلس المقطوعة. وتعالوا نشوف ايه البداية والنهاية. بداية الفيمورال ارتري، هذا هو الفيمورال ارتري. البيجينينج، هنقول it begins at this point. ايه البوينت ديت؟ دي بيسموها الميد انجوينال بوينت. يعني ايه ميد انجوينال بوينت؟ يعني البوينت اللي between the anterior superior iliac spine والسيمفيسس بيوبس، اللي على اساسها بين السيمفيسس بيوبس والاي اس اي اس انتيسيور اليك سباين يقول عليه انجوينال ريجون. في بوينت تانية اسمها ميد بوينت اوف انجوينال ليجمنت. اذا كان ده السيمفيسس بيوبس وده البودي اوف بيوبس وده البيوبك بيوبك كريست واللاترال اكستنشن اوف ذا بيوبك كريست هو البيوبك تيوبركل، فدي كانت الانجوينال ليجمنت. فنص الانجوينال ليجمنت هتبقى نقطة تقع lateral to the midpoint أو mid inguinal point. يبقى في فرق بين الميد inguinal point والميد بوينت اوف inguinal ligament. الميد inguinal point هي الميد بوينت between the anterior superior iliac spine and the symphysis pubis. أما الميد بوينت اوف inguinal ligament فهي الميد بوينت between the anterior superior iliac spine and the pubic tubercle. فكان الستارت، كان البيجيننج اوف ذا فيمورال ارتري عند النقطة ديت للميد انجوينال بوينت. It is the continuation of the external iliac artery. ايه الاكسترنال iliac artery ده؟ ده artery كبير ضخم جاي من احد فرعين للكومن iliac artery. والكومن iliac artery هي الفروع النهائية للابدومينال اورطة. الاكسترنال iliac artery وقعت في البلبس هيمشي ويكمل في الساي از فيمورال ارتري. دي كانت البدايه. هيمشي الفيمورال ارتري كورس طويل، وهو ماشي هيدخل ينتهي في فتحه. الفتحه دهيت بداخل عضله اسمها الادكتور ماجنس اللي هي دي. الفتحه ديت اسمها الادكتور هيتس اللي هي الهنا دي. الادكتور هيتس. يبقى نهايه الفيمورال ارتري هو هو بداخل الادكتور هيتس ويكونتينيوز ويمشي يدخل لورا الني. ورا الني منطقه كبيره في اللور ليمب اسمها بوبليتيه الفصة. هيمشي ويغير اسمه من فيمورال ارتري الى بوبليتيه الارتري. يبقى نهايته في هذه الفتحه اللي تقع بين جزئي الادكتور ماجنس اللي اسمها الادكتور هيتس. دي كانت البدايه ودي كانت النهايه. طب نحب نشوف الريليشنز، الكورس اند ريليشنز اوف ذا فيمورال ارتري من خلال هذا الدياجرام. هذا الدياجرام التوضيحي، ادي الساي مشففه بداخلها الفيمر. العضله دي اسمها الياكس، جايه من الابدومن رايحه للليسر تروكانتر، بتتحد مع عضله تقع على الميديال سايد بتاعها اسمها سوس ميجور، ويعملوا تندن واحد اسمه اليوسوس.
على الميديال سايد اوف سوس ميجور هنجد عضله اسمها البيكتينياس، وما ننساش ان الثلاثه دول مع الادكتور لونجس كانوا بيكونوا الفلور اوف ذا فيمورال تريانجل. الادكتور لونجس تحت منها، يعني دي بلا عضله اسمها ادكتور بريفس بس مش باينه في الرسمه، انما بلو هنا بمعنى داون. بلو ذا ادكتور لونجس هنجد عضله كبيره تبع الميديال سايد اوف ذا ثاي اسمها ادكتور ماجنس. العضله دي ليها جزئين اتنين، جزء كبير اسمه بيوبيك بارت وجزء صغير اسمه اسكيال بارت. بين البيوبيك بارت والاسكيال بارت هنجد فتحه اسمها الادكتور هايتس. دي كانت طبوغرافيا اللور ليمب الساي وهي متشرحه علشان نبين فيها الكورس بتاع الفيمورال ارتري. ادي الفيمورال ارتري بتاعه بادئ من هنا من عند الانجوان الليجمنت ومشي على كل هذه الاستراكشرز اللي انا رسمتها. مشي على مين؟ مشي على السوس ميجر، ده هو رائد على السوس. ومشي على البكتينياس، يعني ترانز اوفر. رانز اوفر يعني سوبرفيشيال، يعني انتيريور تو ذا سوس ميجر والبكتينياس والادكتور لونجس والادكتور ماجنس، ثم يدخل بين فتحتي او بين جزئي الادكتور ماجنس من خلال الفتحه اللي بينهم اللي اسمها الادكتور هيتس، ويمشي ورا النيه. وانا هنا مشففه، مشفف الفيمر علشان ابين الارتري وماشي ورا منها. الارتري اللي هو فيمر الارتري يدخل في هذه الفتحه ويغير اسمه الى بوبليتيال ارتري. دي كانت البدايه والنهايه بتاعت هذا الارتري. تعالوا نشوف الريليشنز اوف ذا ايه؟ اوف ذا فيمورال ارتري. الريليشنز اوف ذا فيمورال ارتري اقسمها لقسمين اتنين. وفي هذا الموقع يعني وهو في الفيمورال تريانجل، البوبليتيال ارتري كان قدام منه الانتيريور وول اوف ذا فيمورال شيث، وتحت منه، تحت منه بمعنى بوستيريور، البوستيريور وول اوف ذا فيمورال شيث، وكان ميديال له الفيمورال فين، وكان لاترال له الفيمورال نيرف. طب تعالوا نشوف بعد كده لما يجي يكمل مشواره الفيمورال نيرف ده هيطلع برانش، هيتقسم لقسمين. احد هذه الاقسام يطلع نيرف اسمه سافينس نيرف. هذا السافينس نيرف كان لاترال للفيمورال ارتري في الفيمورال ترانجل، ثم يعدي عليه انتيريور او سوبرفيشيال، ثم ينتقل الى الميديال سايد بتاعه وهو في الادكتور كانال، في الادكتور هيتس. بداخل الادكتور هيتس كان الفيمورال ارتري سوبرفيشيال للفيمورال فين، كان قاعد مين قدام الفين، وكان السافنس نيرف يقع على الميديال سايد اوف ذا فيمورال ارتري. هذه هي ريليشنز اوف ذا فيمورال ارتري. يبقى نقسم ريليشنز الى ريليشنز في الابر بارت يعني في الفيمورال ترانجل، وريليشن في الادكتور كانال، وفي نهايتها اللي هي الادكتور هيتس. ديت كانت الريليشنز والبيجيننج والاند بتاع الفيمورال ارتري. طيب اخر نقطه اتقابلنا دي الادكتور كانال، الادكتور كانال اللي هي كانت بداخلها قاعد فيمورال ارتري وفيمورال فين. طيب ماذا عن البرانشز اوف ذا فيمورال ارتري؟ هنقسم البرانشز اوف ذا فيمورال ارتري لثلاث مجموعات، ثلاثه ارتريز سوبرفيشال واثنين ارتريز ديب، واحد ارتري او اثنين ارتريز ترمينال. هنرسم اللي يهمنا منهم واحد اللي له اسم معين، اما في برانشز اخرى رايحه العضلات ودي تبقى ان نيمد برانشز. ثلاثه سوبرفيشال ارتريز، اثنين ديب ارتريز، وواحد ارتيكولار او يسموه جينيكولار ارتري. هنرسم الخريطه بتاعتنا للصاي وهي متشرحه. فيمر، العضله دي اسمها ايوه الياكس، على الميديال سايد بتاعها ها السوس ميجور اللي متحده معاها وعملت تندن واحد وكونت الاليوسوس. بعد كده البكتينياس، يلا اللي بعدها اسمها ايوه الدكتور لونجس، وتحت منها الادكتور ماجنس الكبيره بجزئيها البيوبيك بارت والاسكيال بارت، وعند اللور اند اوف فيمر هنا هنجد في فتحه بين البيوبيك بارت والاسكيال بارت، هذه الفتحه اسمها الدكتور هيتس. تعالوا نشوف الارتري بتاعنا، ده الفيمورال ارتري،
وامتداده من اسفل. انا قطعت الفيمورال ارتري من هنا. تعالوا نشوف الثلاثة برانشز السوبرفيشال. الله، الثلاثة برانشز السوبرفيشال ديت خارجين ان ريليشن تو ذا انجوينال ليجامنت، فيسموهم الانجوينال ارتريز. دي في الانجوينال ريجون يسموه الانجوينال ارتريز. واحد ماشي لاترال، واحد ماشي ابوردز، والتاني ماشي ميديال. اللي ماشي لاترال اسمه سوبرفيشال سيركمفلكس اليات، اللي ماشي ابوردز اسمه سوبرفيشال ابيجاستريك، واللي ماشي ميديال اسمه سوبرفيشال اكسترنال بيدندل. اظن الثلاثه ارتريز دول عدوا علينا في الكونتينتس اوف ذا سوبرفيشال فاشيا اوف ذا ثاي. طيب سوبرفيشال سيركمفلكس اليك ليه سموه سيركمفلكس اليك؟ لانه بيلف ويروح لمنطقه المحيطه بالانتيريور سوبيريور اليك سباين. سوبرفيشال ابيجاستريك رايح للانتيريور ابدومينال وول ماشي ابورز. سوبرفيشال اكسترنال بيدندل ده رايح لمنطقه الاكسترنال جينيتال اورجانز الاعضاء التناسليه الخارجيه. التلاتة ارتريز دي سموها سوبرفيشال انجوينال ارتريز. طب في اتنين ديب فينز، اتنين ديب فينز اول واحد فيهم اسمه بروفاندا فيمورس فين. بروفاندا يعني ايه اللي هو ده؟ ايه ده البروفاندا فيمورس فين؟ كلمة بروفاندا كلمة لاتينية تعني بالانجليزية ديب، فعشان كده بعض الكتب بتسميه ديب فيمورال فين، ان بروفاندا تعني ديب. انا برضه نفس الطريقة. البروفاندا فيمورس فين عاوز اتكلم عليه من تحت تحت يعني اربع تحت اربعة من الهيدلاينز المعروفة اللي هي كانت البيجينينج او الاوريجين، ثم الاند او الترمينيشن، ثم الكورس، ثم البرانش. هنقول البيجينينج اوف ذا بروفاندا فيمورس ارتري ات ارايزز فروم ذا فيمورال ارتري، كويس، فروم اتس بوستيرو لاترال سايد. النقطه الثانيه، النقطه الثالثه طالع 3.5 انشز تحت الانجوينال ليجمنت، ماشي على البوستيرو لاترال اسبيكت اوف ذا فيمورال ارتري. ماشي فوق مين؟ ماشي فوق السوبس وماشي فوق البكتينياس، كويس، بس ماشي المره دي تحت الادكتور لونجس. اذا الادكتور لونجس تفصل بين الفيمورال ارتري اللي ماشي فوق منها وانا قطعه هنا، وتحت منها البروفاندا فيمورس ارتري. يرجع مره ثانيه يرد ويمشي فوق الادكتور ماجنس. ده البروفاندا فيمورس ارتري، نهايته هيتفرع الى اربع فروع تحوط الفيمر ويسموها البيرفوريتنج ارتري. تعالوا نشوف البرانشز اللي خارجه. الارتري الثاني نخلصه اللي هو اسمه ديب اكسترنال بيودندل، الارتري ديب رقم 2 اللي هو ديب اكسترنال بيودندل. طب اذا كان ده سوبرفيشال اكسترنال بيودندل تبع مجموعه السوبرفيشال انجوينال ارتري، ده ديب اكسترنال بيودندل، طب ليه سميت ده سوبرفيشال وليه سميت ده ديب؟ بالتاكيد في شيء ما دخل بينهم وخلى اللي ماشي عليه من فوق بقى سوبرفيشال واللي ماشي تحت منه هو ديب. هذا الشيء هو السبرماتيك كورد، الحبل المنوي. الارتري اللي ماشي فوق منه او سوبرفيشال له هو السوبرفيشال انجوينال، والارتري اللي ماشي تحت منه هو الدي عفوا سوبرفيشال اكسترنال بيدندل، واللي تحت منه الديب اكسترنال بيدندل. طب تعالوا نشوف البرانشز اللي خرجت من البروفاندا فيموريس ارتري. اول واحد ماشي من اللاترال سايد اهو، اسمه لاترال سيركمفليكس فيمورال ارتري، اسمه لاترال سيركمفليكس فيمورال ارتري. ده احد البرانشز اللي كانت خارجه، احد ثلاثه برانشز او ثلاث مجموعات خارجين من البروفاند فيمورال ارتري. اللاترال سيركمفليكس فيمورال ارتري فوق منه ارتري تاني ماشي على الميديال سايد اسمه ميديال سيركمفليكس فيمورال ارتري. واخيرا هنجد اربعة ارتريز هما الترمينيشن اوف ذا بروفاندا فيمورس اسمها البرفوريتنج ارتريز. تعالوا نتكلم عليهم واحد واحد، نبتدي باللاترال سيركمفليكس فيمورال ارتري. اللاترال سيركمفليكس فيمورال ارتري هيخرج يفصل بتوين تو نيرفز اللي هما الانتيريور والبوستيريور ديفيجن اوف فيمورال نيرف، ويتفرع لثلاث فروع. اول فرع اسمه اسيندنج ارتري،
الاسندنج ده طالع لفوق، طالع لفوق ويشترك يشترك في الانستموزس حوالين الانتيلوس بالاكسباين. الارتر الثاني نزل تحت، هو الارتر الثاني ده الثالث اللي هو بيلف حوالين مين؟ اللي بيلف حوالين ايه؟ الابر بارت اوف ذا شافت اوف تيبيا، بيسموه ترانسفيرس ارتري. يبقى اسندنج وترانسفيرس وديسندنج. الاسندنج طالع فوق رايح يعمل انستموزس عند الانتيلوس بالاكسباين، الترانسفيرس بيلف حوالين الابر بارت اوف ذا شافت ويشارك في انستموزس تقع في الباك اوف ذا ساي، في الابر بارت اوف ذا باك اوف ساي، اسمها كروشيت انستموزس. واللي نازل تحت اسمه ديسندنج، هيشارك في انستموزس، هيمشي تحت الفاسس لاتراليس، اللي فوق ماشي تحت التنسور فاشيالاتا، واللي تحت ماشي تحت الفاسس لاتراليس، ويشارك في الانستموزس الراوند زاني. ده كان اللاترال سيركمفليكس فيمورال ارتري. طب الميديال سيركمفليكس فيمورال ارتري هيمشي بتوين ست عضلات مترتبين في صفين اتنين، كل صف فيه عضلتين، ماشي بتوين الصوص والبكتينيس، دول اول عضلتين فين؟ في الصف الاول. الصف اللي تحت منهم اللي هم العضلتين اللي تحت منهم اللي هي الادكتور بريفس والاوبتريتور اكسترنس، الصف اللي تحتيهم كانت الكوادريتاس فيموريس والادكتور ماجنس. كده ماشي بتوين ست عضلات، ويتفرع ايضا لثلاث فروع، يتفرع لاسندنج برانش طالع فوق، ترانسفيرس برانش هيد منه، الترانسفيرس ده هيجي يلف ويعمل انستموزس مع الترانسفيرس برانش اللي جاي من اللاترال، وهذا مكان الانستموزس. انستموزس يعني اتحاد ارتري مع ارتري، او اتحاد ارتري مع فين. هنا الارتري مع ارتري اللي اسمه الانستموزس ده اسمه كوريشيت انستموزس، كان يقع في الابر بارت اوف ذا باك اوف ذا ساي. فكان البرانش الثاني اللي خارج من الميديال سيركمفليكس فيمور اسمه ترانسفيرس، اما البرانش الثالث فاسمه اسيتابيولار. اسيتابيولار ده يمشي يروح فين؟ هيطلع منه من هنا ويروح لمنطقه الاسيتابيولم. الاسيتابيولم اللي هي حوالين الهيد اوف ذا فيمر هيعمل ايه؟ هيخترق الاسيتابيولار نوتش اللي هو النهايه السفليه للاسيتابيولم، ويروح منها للليجامنت اللي بتربط الهيد اوف ذا فيمر بالاسيتابيولم ويمشي بداخلها، ولما يمشي بداخلها يصل للهيد اوف ذا فيمر ويغذيها، اسمه اسيتابيولار ارتري. المجموعه البرانشز الاخيره اللي كانت خارجه من البروفاندا فيموريس هي البرفوريتنج، عددهم اربعه. ليه سموهم برفوريتنج؟ لانهم اخترقوا من الادكتور ماجنس. وليه اخترقوا الادكتور ماجنس؟ علشان يوصلوا للشافت اوف ذا فيمر ويعملوا انستموزس مع بعض بهذا الشكل اللي احنا شايفينه. وديت كانت المجموعه الثالثه من البرانشز اللي خرجت من البروفاندا فيموريس ارتري، اكبر ارتري خارج من الفيمورال ارتري، واسمه الثاني ديب فيمورال ارتري. الارتري الاخير اللي هو اسمه ديسندنج جينيكولار اللي خارج البرانش الاخير من البرانشز اوف ذا فيمورال ارتري، هيخرج من الفيمورال ارتري ويدخل للادكتور كانال وينزل منها للني جوينت ويشارك في الانستموزس حوالين الني جوينت.